السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية. اليوم لدينا درس الأعداد إلى 99999 لسنة ثالثة ابتدائي. بدينا مباشرة في كتاب الأنشطة لأن هذا الدرس يحتاج تمارين أكثر من الدرس. إذا قال استعين بالجدول واملأ الفراغات، إذا نستعين بالجدول، إذا عندنا مرتبة الوحدات، العشرات، المئات، وعندنا مرتبة الآلاف. الآن عندنا عشرات الآلاف، هذه إضافية لأننا عندما نقرأ الآلاف نقرأ الآلاف كاملة، معناها نقول عشرة آلاف، ثلاثون ألف، إذا هنا عشرة الآلاف، هذه منزلة الآلاف فوق ثلاث أعداد. أما أقل من الأعداد فهي منزلة الوحدات، وحدات، عشرات، ومئات، فوقها نزيد لها الآلاف وعشرات الآلاف. إذن كيف نقرأ هذا الرقم؟ قلنا نقرأ منزلة الآلاف اللي هي عشرة، إذن نقول عشرة آلاف، عشرة آلاف وخمسمائة، وخمسمائة. إذن هنا عندنا واحد وثلاثون ألفا، نتوقف، قال واحد وثلاثون ألفا لأنها مرتبة الوحدات أو الآلاف وعشرات الآلاف، واحد وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرون، وأربعمائة وتسعة وعشرون، فهم؟ إذن واحد وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرون. الآن عشرة آلاف وواحد، عشرة آلاف وواحد. هنا عندنا سبعة وعشرون ألفا، سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وستة وثمانون، وثمانمائة وستة وثمانون، مفهوم؟ إذن هنا عندنا سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وستة وثمانون. الآن قال أكمل الجدول. العدد رقم المئات، عدد المئات، ورقم الآلاف، وعدد الآلاف. قلنا الرقم وهو رقم واحد فقط من صفر إلى غاية تسعة فقط، ما نلقوش عشرة أو إحدى عشر، الرقم وهو رقم واحد فقط. أما العدد فهو يتكون من رقم أو رقمين أو ثلاثة أو أكثر. الآن عندنا هنا العدد، نقرأ العدد، ثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثة وستون. قال رقم المئات، أين هو رقم، أين هي مرتبة المئات؟ إذن هنا مرتبة المئات، ما هو رقم المئات؟ هو ثمانية. قلنا الرقم هو رقم واحد فقط. عدد المئات، عدد المئات من العدد أو من الرقم، رقم المئات فأكثر، معناها عندنا ثمانية، صفر، ثلاثة، اللي هي ثلاثمائة وثمانية، فهم؟ إذن عدد المئات هو من مرتبة المئات فما فوق. رقم الآلاف، أين هو الآلاف؟ رقم الآلاف هو صفر، أين هي مرتبة الآلاف؟ صفر. إذا ما عرفناش نرتبه في الجدول أحسن. إذا هنا عندنا الآلاف هو صفر، إذا نكتب رقم الآلاف هو صفر. عدد الآلاف، إذا عدد الآلاف صفر وثلاثة، إذا من الآلاف أكثر، الآلاف وهو صفر ثلاثة، إذا ثلاثون. ثم إحدى عشر ألفا وسبعة وعشرون، رقم المئات، أين هو رقم المئات؟ مرتبة المئات وهي صفر. عدد المئات، قلنا من المئات فأكثر، ما نقولوش إحدى عشر، صفر فنديروها، إذا تساوي مئة وعشرة، إذا مئة وعشرة. رقم الآلاف، رقم الآلاف، أين الآلاف؟ هذه هي مرتبة الآلاف، إذا واحد، واحد هو رقم الآلاف. عدد الآلاف، قلنا الأقل من الآلاف نحوهم، يبقى لنا شحال؟ إحدى عشر.
رقم المئات بالنسبة لاثنان وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعون، وراه رقم المئات، إذا هذا هو رقم المئات أربعة. اشفاوا باللي رقم وهو رقم واحد فقط. عدد المئات قلنا من المئات فأكثر، أربعة اثنان تسعة، إذا أربعة اثنان تسعة وهي تسعمائة وأربعة وعشرون. أو نغطي أقل من المئات، الأقل من المئات نغطهم، شحال تبقى؟ تسعمائة وأربعة وعشرون. رقم الآلاف هو اثنان. عدد الآلاف قلنا نغطيه أقل من الآلاف تصبح 92. 85 ألفا رقم المئات، مرتبة المئات وهي صفر. عدد المئات إذا نقص أقل من المئات نغطهم تصبح 850. الآن قال رقم الآلاف، أين هو مرتبة الآلاف؟ خمسة. إذا كم هو العدد؟ خمسة، أو كم هو الرقم؟ خمسة، خمسة آلاف. عدد الآلاف قلنا أقل من الآلاف غطوهم، تبقى 85. ثم 57841 رقم المئات أو مرتبة المئات وهي ثمانية، وهو رقم واحد فقط. عدد المئات أقل من المئات غطوهم، تبقى لنا 578. 578. رقم الآلاف هو سبعة. عدد الآلاف 57. اشفاوا على رقم وهو رقم واحد فقط. الرقم وهو رقم واحد فقط، والعدد معناه نغطي أقل من الطلب. معناه إذا قلنا عدد المئات نغطوا الوحدات والعشرات، إلا قلنا رقم الآلاف نغطوا المئات والعشرات والوحدات. إذن الآن قال أكمل الفراغ حسب المثال. عندنا 48 ألفا وستمائة وثلاثة وأربعون. قال أربع عشرات الآلاف وثمان وحدات الآلاف وستمائات وأربع عشرات وثلاث وحدات. إذن هذه مرتبة عشرات الآلاف، ثم وحدات الآلاف، ثم المئات، ثم العشرات، ثم الوحدات. إذا نديروا نفس الشيء، عندنا واحد عشرات الآلاف، إذا عندنا عشرة آلاف واحدة، إذا عشرة آلاف وكم؟ ست وحدات آلاف أو وحدات الآلاف، وسبع مئات، وثمانية عشرات، وصفر وحدات. وصفر وحدات. هنا عندنا 40,025. إذن شحال عندنا من عشرات الآلاف؟ عندنا أربعة عشرات الآلاف، أربعة عشرات الآلاف، و وحدات الآلاف صفر، إذن وصفر وحدات الآلاف، وصفر مئات، واثنان عشرات، وخمس وحدات. الآن روحوا الأبحث، عندنا هذا الجدول نعمروه. إذا هذا خارج على الدرس تاع اليوم، لكن مجرد اجتهاد مع التلاميذ هكذا باش يزيدوا المستوى الذكاء تاعهم فقط. إذا باستعمال الأعداد 1 2 3 4 5 أكمل ملء الخانات الفارغة في الجدول حتى يكون المجموع في كل سطر وفي كل عمود يساوي 15 دون تكرار الرقم في السطر وفي العمود. إذا الآن قال ابحث عن أكبر عدد في المرصوفة واكتبه بالحروف. إذا نشوفوا الأسطر، الأعمدة والأسطر، وين هاللي خصهم رقم واحد فقط. إذا نشوفوا هذه عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة، شخصنا خصنا خمسة. إذا نشوفوا المجموع ثلاثة زائد أربعة
7 زائد 5 12 زائد 2 14 زائد 1 15. شوفوا هنا 1 2 3 إذا تنقص 4 إذا 4 تصبح 15 المجموع 15. هنا 1 2 3 4 باقي لنا 5. إذا هنا عندنا 2 3 4 5 تنقص رقم 1. إذا في هذا السطر عندنا خصنا 1 و 3، هنا ما نقدروش نديرو 3، إذا نديرو هنا باش ما تكررش 3، إذا نديرو هنا 3 وهنا 1، ثم تبقى لنا هنا 1 2 3 إذا 4 5، ثم 1 2 3 4 هنا 5، ثم 1 2 3 4 5 وهنا 3. إذا هنا كملنا الجدول. قال ابحث عن أكبر عدد في المرصوفة واكتبه بالحروف. وراء أكبر عدد نشوفه هنا عشرات الآلاف، وحدات الآلاف، مئات، عشرات، وحدات. وراء العدد الأكبر هو 53214. إذا نكتبه بالحروف 53214 214. مفهوم؟ إلى هناك وخلص معنا الفيديو تاعنا لنهار اليوم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.